ما لديك من معلومات حول الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، خصوصا ما تبقى من مستشفيات لا تزال عاملة الآن في القطاع؟ مرحبا بك، صباح الخير صباح لك ولكل المشاهدين. يعني الأوضاع الصحية والإنسانية على الأرض في قطاع غزة هي مأساوية. كما ذكرت، المستشفيات غالبيتها خرجت عن الخدمة. حتى هذه اللحظة نتحدث عن 23 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة، 53 مركز صحي خرج أيضا عن الخدمة، وبالتالي غالبية المستشفيات خرجت عن الخدمة. هناك استهداف للمنظومة الصحية، نتحدث عن 326 شهيد ما بين الطواقم الطبية، حوالي 100 معتقل حتى هذه اللحظة من الكوادر الطبية، استهداف أيضا حوالي 100 سيارة إسعاف. بالأمس كما تعلمون الهلال الأحمر الفلسطيني يدير مستشفى الأمل في خان يونس. بالأمس تعرض مقر الجمعية في خان يونس لاستهدافين متتاليين بقصف مدفعي. تم قصف الطابق الثامن بمقر الجمعية، وخلال إخلاء طواقم الهلال للجرحى والمصابين من داخل المبنى، قصفت مدفعية الاحتلال مرة أخرى الطابق السابع في المبنى، وهو ما أدى إلى استشهاد 5 من النازحين الذين يتخذون من مقر الجمعية ومستشفى الأمل المجاور لمقر الجمعية ملاذا آمنا نزحوا إليه. من بين الشهداء 5 رضيع لا يتجاوز 5 أيام. أصيب أيضا 3 آخرين من بينهم مسعف متطوع لدى الهلال الأحمر الفلسطيني. الأوضاع خطيرة للغاية. هذا ليس الاستهداف الأول، نتحدث عن حوالي 7 استهدافات في غضون أقل من أسبوعين، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى. حقيقة نحن بالهلال الأحمر الفلسطيني بتنا نخشى من استهداف مباشر آخر قد يؤدي إلى حدوث مجزرة، بسبب أنه كما ذكرت داخل مبنى مقر مستشفى الأمل ومقر الجمعية حوالي 14,000 نازح يتواجدون داخل المبنى بعد أن تقطعت بهم السبل، حيث لا مكان يتجهون إليه في ظل أن القصف الإسرائيلي يطال جميع المناطق ولا يوجد مكان آمن. ما يجري أيضا بخصوص باقي المستشفيات العاملة في جنوب القطاع، كل المستشفيات التي لا زالت تعمل هي تعمل ضمن ظروف استثنائية ومأساوية، تقدم الحد الأدنى من الخدمات الصحية والطبية، وتعاني بكل تأكيد من شح في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود اللازم لتشغيل أيضا مولدات الكهرباء. والكثير بل والمئات من الفلسطينيين يفقدون حياتهم دون أن يتلقوا الرعاية الصحية، لأن أعداد الجرحى والمصابين تفوق بكثير القدرة الاستيعابية للمستشفيات. نعم سيدة نبال، هذا فيما يخص الوضع الصحي في القطاع، لكن فيما يخص أوضاع النازحين خصوصا المتكدسين الآن في رفح جنوب القطاع، كم بلغ عددهم؟ كيف هي حياتهم؟ كيف هي الظروف المعيشية خصوصا في هذه الأجواء؟ يعني الحديث الآن بداية، 90% من سكان قطاع غزة باتوا اليوم نازحين في المناطق الجنوبية لقطاع غزة. نتحدث عن 1,900,000 فلسطيني نزحوا منذ بداية الحرب في المناطق، الآن موجودين غالبيتهم في جنوب قطاع غزة. الأوضاع برفح كارثية، المدارس النزوح ممتلئة على أقصى الدرجات. النازحين إما يتواجدوا في المدارس، إما يتواجدوا في خيم، وصدقا الكثير من العائلات تتواجد في الشوارع. يوميا تصلنا عشرات النداءات من مواطنين يحتاجون فقط لخيمة يسكنون بها نظرا لتواجدهم بالشوارع، بسبب عدم وجود أي أماكن يتجهون إليها، لأن جميع مراكز النزوح أو حتى المدارس باتت ممتلئة. هم يعيشوا في ظروف صعبة للغاية
بدون طعام، يفتقرون للطعام، يفتقرون للماء الصالح للشرب، التكدس بأعداد كبيرة داخل مراكز النزوح تزامنا أيضا مع فصل الشتاء والبرد الشديد، عدم توفر أغطية كافية، عدم توفر أيضا ملابس دافئة تحديدا للأطفال، أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين نتيجة عدم النظافة، عدم القدرة على الحفاظ على النظافة بسبب عدم توفر الماء. نتحدث عن الأمراض النزلات الصدرية، الأمراض التنفسية، النزلات المعوية، الأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض بدأت تنتشر بين صفوف النازحين. وحقيقة حينما نتحدث عن الجوع نحن لا نبالغ على الإطلاق، غالبية العائلات الآن هي بالكاد تستطيع تأمين وجبة طعام واحدة لأفراد الأسرة بسبب عدم توفر الطعام، وحتى هذه اللحظة لا يزال دخول المساعدات الإنسانية تدخل إلى القطاع بكميات شحيحة جدا لا تلبي الاحتياجات على الأرض، كل ما دخل من شاحنات لا يغطي 10% من الاحتياجات منذ بدء دخول المساعدات الإنسانية. وحتى 30/12 استلم الهلال الأحمر الفلسطيني حوالي 5283 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية أيضا. يتم توزيع هذه المساعدات بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، يتم تسليمها المساعدات هي والأونروا ومؤسسات إنسانية أخرى، وتقوم هي بدورها بعملية التوزيع على النازحين والناس في قطاع غزة. جزء قليل من هذه الشاحنات قمنا بتوزيعه بشكل مباشر على النازحين، وتحديدا النازحين الذين يتواجدون في بعض مراكز الإيواء والذين يتواجدون أيضا في مبنى مقر الجمعية. هل هذه الشاحنات لا تزال تدخل بنفس الآلية، يعني تذهب بداية إلى معبر العوجة لتفتش من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم العودة مرة أخرى، أو معبر كرم أبو سالم بالأحرى؟ نعم، حتى هذه اللحظة بالنسبة لأعداد الشاحنات لا زالت أولا شحيحة، نتحدث عن نفس المعدل تقريبا بالدخول. في الأيام الماضية كان هناك دخول 60 شاحنة 70 شاحنة في بعض الأيام أيضا، رغم أنه ما بعد الهدنة كان تقريبا المعدل اليومي 100 شاحنة للدخول، وبالتالي لا زال هناك قيود على أعداد الشاحنات التي يسمح بإدخالها. لا زالت أيضا عملية التفتيش بكل تأكيد تستغرق وقت طويل، حيث يتم تفتيش هذه الشاحنات ومن ثم تحتاج طواقمنا بعد أن يتم تفتيشها في معبر العوجة تأتي إلى معبر رفح، ومن هناك تستلمها طواقمنا وتقوم بتفريغ حمولة الشاحنات المصرية إلى شاحنات فلسطينية، وبالتالي عملية طويلة ومعقدة، رغم أنه منذ بداية العدوان على غزة ونحن نطالب بضرورة السماح بإدخال المساعدات بدون قيود وبدون شروط بشكل فوري وعاجل. والآن وبعد قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص السماح بإدخال المساعدات، تسهيل عملية إدخالها براً وجوا، نتوقع أن يحدث تغيير، ولكن حتى هذه اللحظة لم نرى انعكاس هذا القرار على أرض الواقع.